حلقة جديدة من سوريا اليوم ومحاورنا لهذه الليلة: تحول في حراك السويداء، وتدريبات عسكرية في التنف، وتعثر في مفاوضات الأسرى بالدوحة. في المحور الأول، يدخل الحراك الشعبي في السويداء منعطفا جديدا، وينفذ المتظاهرون هناك بعد نصف عام من المظاهرات المستمرة إضرابا جزئيا شمل عدة بلدات ومدن، وشل حركة السير والتنقلات بين معظم مناطق المحافظة. إذن الصورة كالتالي مشاهدينا: المتظاهرون يقتحمون مبنى لحزب البعث ويمزقون صور بشار الأسد، رافعين شعارات تنادي بإسقاط نظامه. فما موقف النظام الصامت بعد هذا التحول؟ في المحور الثاني، في خطوة جديدة بعد تصاعد عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن، تجري قوات جيش سوريا الحرة تدريبات عسكرية مع القوات الأمريكية. يقول العقيد فريد القاسم قائد الجيش إن التدريبات في التنف تهدف لرفع المستوى القتالي بين القوى العاملة في المنطقة لضمان بقاء قواته على استعداد للدفاع عن منطقة 55 وهزيمة تنظيم الدولة. فما هي أسباب هذه التدريبات في هذا التوقيت؟ في المحور الأخير، تسير مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بخطى متعثرة، حيث يعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، لكنه أشار إلى أن قطر متفائلة بشأن محادثات وقف الأعمال القتالية خلال رمضان. ودعا المسؤول القطري جميع الأطراف إلى التهدئة، مؤكدا سعي الدوحة للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات. فما هي أسباب تعثر المفاوضات؟ وهل يمكن أن تنجح بالتوصل لوقف القتال في غزة؟ إذن كما قلنا قبل قليل، نفذ المتظاهرون في محافظة السويداء إضرابا جزئيا شمل عدة بلدات ومدن، وشل حركة السير والتنقلات بين معظم مناطق المحافظة. كما اقتحم متظاهرون مبنى لحزب البعث وأقدموا على تمزيق صور بشار الأسد داخل المبنى، ورفعوا شعارات تنادي بإسقاط نظامه. أراد لها نظام الأسد وداعموه أن تتلاشى ويخف زخمها شيئا فشيئا، بينما أراد لها أهلها الاستمرار والمضي بها قدما حتى تحقيق أهدافها. إنها انتفاضة السويداء المستمرة منذ 6 أشهر من دون تراجع أو عودة إلى الوراء. فها هم المحتجون ينفذون إضرابا جزئيا شمل عدة بلدات ومدن، وشل حركة السير والتنقلات بين معظم مناطق المحافظة. ويقول الأهالي إن احتجاجهم المطالب بإسقاط نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي في البلاد يأتي رفضا لمواصلة نظام الأسد انتهاج سياسات تجويع المواطنين وإذلالهم من خلال رفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه والاتصالات، ناهيك عن ممارسات أجهزته الأمنية والعسكرية. مراسل تلفزيون سوريا رصد قطع المحتجين عددا من الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة السويداء أمام حركة النقل، منعا لوصول الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، في حين بقيت الطرقات مفتوحة أمام حافلات نقل الطلاب وسيارات الإسعاف والحالات الخاصة. واقتحم متظاهرون مبنى لحزب البعث وأقدموا على تمزيق صور بشار الأسد داخل المبنى، مطالبين بمنع إعادة هيكلة حزب البعث وتغوله في مؤسسات الدولة بعدما أغلق الحراك الشعبي معظم مقاره في المحافظة. ما تعيشه السويداء اليوم إلى جانب المحافظات السورية الأخرى من وضع اجتماعي غير مسبوق، وانعدام أبسط مقومات الحياة، وتجاهل واضح لمطالب أهلها، واتهامات بالعمالة والخيانة، جميعها عوامل تجعل استمرار الانتفاضة بوجه الأسد حتميا، وهو ما يكرره أبناء المدينة في مظاهراتهم بأن لا مكان لحكم الأسد، وأنهم ماضون ولا عودة إلى الوراء حتى يسقط الاستبداد. للنقاش حول هذا الموضوع معنا من السويداء نزار أبو فخر، رئيس الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني هناك،
ومعي من ستراسبورغ الصحفي السوري حازم العريضي. أهلا بكما. أبدأ مع سويداء بطبيعة الحال. سيد نزار، إذا تطور في الاحتجاجات بعد نصف عام، هذه المرة إضراب عام شمل العديد من المناطق والعديد من المحال وكذلك قطع للطرق، لماذا لجأ أهالي سويداء إلى ذلك الآن؟ مساء الخير أولا سيدتي لك ولضيفك من ستراسبورغ ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الاحتجاجات دخلت شهرها السابع، وبالتالي النظام إلى الآن يعني يحاول أن يوحي بأنه لا يكترث بنداءات المحتجين في السويداء وبكل الأعمال التي قاموا بها وبكل النشاطات الاحتجاجية للانتفاضة السويداء. لذلك أراد المحتجون أن يبلغوا رسالة أقوى للنظام عبر تصعيد الحالة الاحتجاجية من النشطاء في الأمس إلى إضراب عام، كما بدأت الانتفاضة تقريبا بإضراب عام، ولكن الإضراب في هذا اليوم طبعا تم الإضراب في الساعات الأولى تحول إلى حالة من الاحتجاجات المتصاعدة شهدت أو تضمنت الدخول أو منع ممثلي السلطة ممثلي حزب البعث من الدخول إلى نقابة المهندسين الزراعيين، حيث أن هذه النقابة تريد أن تعقد يعني مجلسا لها بوصاية وتمثيل من قبل حزب البعث. لذلك قطعوا الطريق أمامهم ومنعوهم من الدخول إلى المبنى، ومن ثم دخل نعم الصوت تقطع للأسف معك سيد نزار، سأعود لك بطبيعة الحال بعد قليل، لكن بالانتقال إلى سيد حازم، هل يمكن أن نقول بأن ما جرى في سويداء اليوم يشكل انعطافة بهذه الاحتجاجات؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين الأعزاء. بطبيعة الحال كما استمعت واستمعنا سويا إلى الأستاذ نزار وإلى المصادر على الأرض، نعم هي نعتبرها خطوة تصعيدية إلى الأمام، بإمكان الحراك أن يقوم بخطوات تصعيدية مدنية سلمية أكبر وأقوى من ذلك. حقيقة استمعت إلى الكثيرين، إلى كثر من الحبايب في الداخل تتملكهم روح التفاؤل، خاصة الآن 6 آلاف في هذه الأيام يعلن النظام بأنه يتقبل التسويات، ما يسميه بالتسويات وهو خرق للقانون، ليس هناك أي شيء مستند لما يسمى التسويات لمن يتظاهرون بمطالبتهم بحقوقهم أو بنذائهم بتنفيذ 2254 القرار الأممي وإسقاط النظام. حقيقة من على شاشتكم إذا سمحتي لي، يعني أنا أدعو فعلا كل المشاهدين في محافظة السويداء إلى الذهاب إلى صالة 7 نيسان في الغد لتسوية أمورهم، بمعنى فليذهبوا إلى هناك إذا كانت المسألة تقتضي أنه يأخذوا ورقة أنه في تسوية، كل أربعاء موجودة ويتظاهروا باليوم التالي. بمعنى آخر حقيقة إذا أردنا أن نتكلم بلهجة جادة، من يجب أن يستجدي التسوية كما تعلمين هو النظام الذي لديه أكثر من 1,000,000 وثيقة تدين المقتلة التي ارتكبها على مدار أكثر من عقد أو عقد ونيف كما يقول بحق الشعب السوري، وبالتالي حين سيستجدي ذلك قريبا عاجلا إن شاء الله ستكون الأمنية بالنسبة إلي هي استجاء الذهاب إلى لاهاي كما استجدى صديقه العائلي ابن القذافي أو القذافي الصغير، فقد يكون الأسد الصغير على طريق الذهاب لطلب أن نجد من لاهاي أفضل الخيارات ولن يجدها إن شاء الله. أما بالنسبة لمسألة الخطوات التصعيدية، هو سيذهب إلى لاهاي بسبب السويداء، هذا ما تعني سيد حازم؟
لا أعني بسبب سويداء، أنا قلت لك ألا أنت تعلمين وكل السوريين يعلمون بل العالم أجمع يعلم بأن المقتلة التي ارتكبت بحق السوريين على مدار أكثر من عقد هي بحد ذاتها هي تدين العالم بأجمعه وكل من تواطأ مع نظام بشار الأسد، وبالتالي سيكون لديه كثير من الأشياء. اليوم ننتظر قانون الكبتاغون، هو ذاهب باتجاه آليات تنفيذية وليس ليكون درءاً لبعض السياسات الإقليمية من بضع أطراف تتواطأ معه أو شيء من هذا القبيل، بل سيكون إن شاء الله سيفاً مسلطاً على عنقه بحيث يضعه أمام مسؤولياته. هناك أيضا قانون مناهضة التطبيع الذي يأخذ مجراه إلى التنفيذ بعد أن يقر بشكل نهائي، وهناك كثير من المساعي التي تأتي كلها تأتي كلها تكريسا لنضال الشعب السوري منذ 2011 على الأقل. طيب بالعودة إلى سيد نزار، يعني الاحتجاجات اليوم شملت الدخول إلى مباني حزب البعث وإصدار رسالة بأن العمل النقابي أو عمل هذه المؤسسات الحكومية لن يستمر في السويداء وأن الاحتجاجات تجاوزت ساحة الكرامة. سيد نزار، هل هذا سيودي بالنظام إلى التسوية التي أشار لها ضيفي من ستراسبورغ؟ هل هي دعوة من قبل أهل السويداء من أجل الجلوس على الطاولة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ يا سيدتي، بالنسبة لدخول المقرات الحزبية، المقرات الحزبية هي تستخدم من قبل النظام، وجد هذا النظام تستخدم للسيطرة على المجتمع والتحكم به والتحكم بمؤسساته ومنظماته ونقاباته وكافة مفاصل حياة المواطنين. لذلك استهدفت هذه المقرات ولم تستهدف الدوائر الخدمية لأنها تقدم خدمات للناس هي ضرورية لحياة الناس بشكل عام. أما أن يكون هذا الأمر سيؤدي إلى تسوية مع النظام، التسوية مع النظام ستكون بإشراف الدولي وبتطبيق القرار الدولي 2254، هذا ما طالبت به الانتفاضة منذ أيامها الأولى وهذا هو هدفنا الأول ولن نتخلى عنه. نحن لا نطالب بحل جزئي للسويداء وإنما نطالب بحل سوريا بأكملها. السويداء تنتفض بالنيابة عن الشعب السوري. نحن أخواننا في كافة المناطق السورية هم يتحرقون شوقا للخروج إلى الساحات والتعبير كما يعبر أهل السويداء، إنما هناك قبضة أمنية شديدة عليهم وبالتالي نحن نعذرهم، أما ولكن نحن الآن لدينا فرصة أن نعبر بالنيابة عن الشعب السوري وأن نطالب. لكن سيد نزار، ألا تعتقد معي بأن هذه المطالب هي بأن هذه المطالب بعيدة المنال، عفوا على المقاطعة، يعني أنت تتحدث وكما رفع الشعار يعني العودة إلى القرار الأممي شعارات ساحة الكرامة 2254، هذا يعني قرار لم تنجح الدول العظمى بإجبار النظام على تطبيقه. اليوم النظام الذي لم يتعامل بجدية حتى الآن مع هذا الحراك، ما الذي سيجبره على ما تقوله؟ أعتقد يا سيدتي أن هناك دينامية دولية جديدة يعني تتحرك في إقليميا ودوليا. هناك الآن متغيرات كثيرة تختلف عما سبق. في بداية الثورة السورية المجتمع الدولي خذل الشعب السوري كرمة لعيون إسرائيل وكرمة لأمن إسرائيل، وجعل الإيراني والروسي وكل العالم يتدخل لصالح النظام لإنقاذه من أجل تخريب سوريا. الآن الأمور كأنها تصل إلى خواتمها، ونرى بأن هناك قوانين كما تفضل الأستاذ حازم، هناك قانون الكبتاغون وقانون مناهضة التطبيع مع الأسد ومجموعة من الديناميات التي تحركت. وبالإضافة إلى ذلك فإن انتفاضة سويداء قد أعادت إلى الذهن أن الثورة السورية ما زالت جذوتها متقدة ولا تتوقف. فنحن لا يعني الانتفاضة السويداء هي استمرار لثورة الحرية والكرامة التي انطلقت عام 2011 وأعطت دينامية جديدة وجعلت العالم الآن يلتفت إلى ما يحصل في سوريا. ما يحصل في السويداء هو عينة مما يحصل في سوريا، وبالتالي على العالم أن يستمع. ونحن نأمل، لا نعول الكثير الكثير، ولكن
حسب ما نرى من خلال المتغيرات الدولية والإقليمية، لأن ثمت يعني تغييرات ما على الطريق، نرجو أن يكون تفاؤلنا في مكان. سيد حازم، يعني يوصف الحراك في السويداء بأنه الفرصة السياسية الوحيدة المتبقية للسوريين من أجل تغيير المشهد في سوريا، كيف يمكن الاستثمار في هذا الحراك مع التعويل على ما أشار له ضيفي، يعني ببعض الخطوات المتعلقة مثلا بقانون الكبتاجون على النطاق الدولي، بأنه ثمة صوت حتى الآن على الأقل الأمريكي دعنا نقول يقف عائقا أمام إعادة بشار الأسد إلى سدة الحكم، أو أن يكون يعني طبيعيا رئيسا طبيعيا كما هو الحال في باقي الدول؟ بداية، الصوت السوري وكل التضحيات التي قدمها السوريون منذ 2011 تأتي اليوم كما ذكر ضيفكم من الداخل، تأتي اليوم لتكون القاعدة التي تقف عليها هذه الانتفاضة الجديدة، ولكن الاستثمار بها بالدرجة الأولى، العامل المحلي هو العامل الأساسي أولا وأخيرا، لا يموت حق وراءه مطالب. دعيني أنا يعني أطلب منك تعديل وحيد فقط في سؤالك، ليست الفرصة الأخيرة ولن تكون الفرصة الأخيرة السياسية الوحيدة أو الأخيرة المتبقية. أفهمك تماما، ولكن السوريون وصلوا إلى لحظات اقتلاع هذا النظام مرارا وتكرارا، هذه مرة جديدة، هي فرصة جديدة، وبالتالي خصوصا بوجود المتغيرات الإقليمية التي سيد حازم أنا لا أريد أن أقاطع، لكن دعنا نكون واقعيين قليلا، يعني أنا أتحدث عن فرصة بعد عام 2015، دخول الروس، دخول طبعا إيران قبل ذلك على الخط، سيطرة بشار الأسد على غالب المساحة الجغرافية على الأرض، عمل العديد من الدول على عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، فتح سفارات لسوريا داخل هذه الدول، اليوم لا أحد يلتفت إلى الملف السوري، المعارضة في سبات، بالتالي حراك السويداء يشكل فرصة أخيرة متبقية، كيف يمكن استثماره ولماذا لا يتم التواصل والعمل بشكل أكبر بين هيئات المعارضة من أجل الاستفادة مما يجري؟ دعينا بالنسبة للهيئات المعارضة الرسمية، دعينا لا نتطرق، هم مطالبون أصلا بمبادرة وبيان موقفهم، وتأخروا دائما في كثير من الاستحقاقات، ولكن كنت أقول لك لنتحدث ببساطة وبوضوح. بداية، الحراك السويداء الذي أطلق الصرخة في اللحظة التي يعني كنا وصلنا إلى لحظة الشعور باليأس، لنضطر بذلك في نهاية الصيف الماضي، ولكن تجديد نفس النداء السوري الذي انطلق في 2011، لن تنتهي القضية، قضية السوريين لن تنتهي، هذا واحد. اثنين، بالنسبة للآليات التنفيذية محليا، مطلوب وهنا يعني لابد من خصومة الصحفي والسياسي، أن أطلق شيء يعني نطالب الأستاذ نزار وكل القوى السياسية المحلية في السويداء بأن تصل إلى التوافق السياسي ليعلنوا مشروعهم بشكل واضح، عنوانه واضح 2254 وأسقاط النظام، ولكن كي يثق السوريون وتثق الأم السورية بأن ترسل أبنائها إلى الميدان كما فعلوا سابقا منذ 2011، يعلمون العنوان، وبالتالي يكون هناك امتداد وطني لهذا الحراك وإعادة تجديد الثورة. حين نصل إلى هذه النقطة سيكون أمام النظام استحقاق ومواجهة المجتمع الدولي كله، لأن المجتمع الدولي لن يكون قادرا على الوقوف بوجه إطلاق الصرخة من جديد على مستوى الوطني. طيب، أمام النظام اليوم سيد نزار استحقاق آخر، وهو يعني ضبط المشهد في السويداء بعد الدخول إلى هذه المؤسسات التابعة لحزب البعث، بعد محاولات لقطع الطريق المؤدي إلى دمشق وكذلك المؤدي العائد إلى السويداء، بالتالي ثمة مظهرة جديدة لهذا الحراك اليوم، ما المتوقع أو مما يتخوف أهل السويداء من قبل النظام؟ ما هي الخطوة المقبلة المتوقعة منه؟ سيد نزار، سبل، نعم تفضل. الناس و تنكيل بها، وبالتالي نحن يعني
النظام صحيح أنه لا يقوم بأي إجراءات مباشرة، كثير من الإجراءات غير المباشرة، فعرقلت أمور الناس من خلال الموافقات الأمنية على كل شيء، إن كان وكالة، إن كان جواز سفر، إن كان أي شيء، أي عمل يقوم يعني يحتاج المرء يحتاج إلى موافقات أمنية. زائد أن النظام يسيطر على كافة الخدمات، يعني إن كان مسألة الوقود أو مسألة المياه، مسألة الكهرباء، الاتصالات، يعني أقول لك الآن هناك 8000 خط في السويداء معطلة بسبب سرقة الكوابل التي يقوم بها يعني أذرع النظام هي التي تقوم بسرقة كوابل الهواتف من أجل قطع الإنترنت وقطع الاتصالات عن الناس. هناك كثير من الأعمال التي يقوم بها النظام ولكن بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى دعمه للعصابات ودعمه لعصابات تهريب الكبتاغون وإلى ما هنالك من المسائل. نحن يعني بتصعيدنا للاحتجاجات يعني نحاول أن نبلغ النظام بأننا لن يعني نخضع لكل هذه الأعمال التي يقوم بها ولكل هذه الإجراءات التي يحاول أن يعني ينكل بحياة الناس من خلالها. خطوات النظام القادمة لا يستطيع أحد التكهن بها، هو يحاول إثارة الفتن بيننا وبين جيراننا في حوران، مع أننا نحن على تواصل مستمر وبجارات متبادلة ولدينا تواصلات ممتازة مع. للأسف الصوت تقطع، يعني هذه النقطة نقطة مهمة جدا، يعني تشير بأن الحراك في السويداء على تواصل مع بعض الشخصيات في درعا. لماذا لا يحصل امتداد يعني لهذا الحراك خارج السويداء إذن؟ نحن نسعى لهذا الأمر وهذا هدف من أهدافنا المرحلية. المشاركة للأسف ثمة مشكلة في الصوت مع السيد نزار، مضطرة أن أنتقل إلى ستراسبورغ. سيد حازم، يعني أشار ضيفي من السويداء بأن محاولات النظام لإثارة الفتن بين حوران، بين درعا وبين السويداء، هناك من يقول بأن النظام قد يذهب أبعد من ذلك، قد يحاول شق الصف داخل السويداء. هل يمكن أن تمر هذه المحاولات أم أن الظرف الحالي في السويداء مختلف؟ تماما. للأسف لابد من الإشارة إلى مسألة هنا، وتعلمون مسألة إشكالات الاتصالات هي إحدى الضغوطات التي يمارسها النظام الآن. الأيام الماضية يقطع الإنترنت بشكل عام عن محافظة السويداء لساعات، وهناك إشكالات كثيرة في هذه المسألة. بالتالي يعني فقدنا الصوت القادم من الداخل. بكل الأحوال بالنسبة لما يدور الآن ومحاولات النظام لإثارة الفتنة، إن كانت بين السهل والجبل أو حتى داخل محافظة السويداء أو جبل العرب، لن يستطيع أن يقوم بذلك. الدليل بسيط جدا، الحراك والتظاهر والضغط المدني الذي يتصاعد اليوم في العمل النقابي لاستعادة النقابات، لم يستطع أن يقف بوجه أي من الحاضن الاجتماعي. بالتالي الحاضن الاجتماعي واضح بأنه يحتضن الحراك، لم يتعرض للحراك. اليوم كنت أتحدث مع أحد المهندسين الأحرار وحدثني بملاحظة هامة جدا، قال لي لم يتعرض لأي من المظاهرات الجوالة المتحركة أو الاعتصامات أمام النقابات أو التظاهر في المركزية في سد الكرامة، لم يتعرض لها أي شخص بمفرده. طبعا هناك بعض الأشياء العابرة، ولكن هذا يعني بأن الحاضن الشعبي هو ينتظر شيء، حتى لنقل حتى الرماديين إنجاز التعبير هم بالتالي لفظوا هذا النظام. حتى ألا يعول النظام على هؤلاء الرماديين برأيك سيد حازم؟ سيكون تعويله فاشلا كالعادة. طبعا هذا النظام يعني فشل في كثير من الرهانات، لم يقف حتى اليوم إلا بناء على الدعم المريب الذي أشار إليه الأستاذ نزار منذ قليل، الدعم الإقليمي المريب الذي نعلمه جميعا، وحتى الدعم الدولي والتخاذل الدولي. وبالتالي لن يجدي شيئا أن يحاول في هذه الفتن، لابد هو يمارس، وهذا مبحث طويل حقيقة، وهناك تفاصيل وموثقة، فليعلم النظام بأن كل مخططاته مكشوفة
في الداخل. بالنسبة لمحاولة إثارة الفتنة بتحريك بعض هذه العصابات المرتزقة الصغيرة نسبيا والملفوظة اجتماعيا التي حولت محافظة السويداء إلى ممر لتجارته وتصديره، يعني جمهورية الكبتاغون وتجارته في الكبتاغون. هذا النظام الذي وصل أم الحضارات سوريا إلى أن تدعى جمهورية الكبتاغون. حازم العريض الصحفي من ستراسبورغ، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك نزار أبو فخر رئيس الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني، كان معنا من السويداء. فاصل قصير ونعود مشاهدينا للمحور الثاني.